Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 6 from unit 9. اليوم ناخذ الدرس السادس من الوحدة التاسعة إن شاء الله. Today is تاريخ اليوم هو 22nd of March 2021. نكتب التاريخ على رأس الصفحة. Listen, اسمع and complete وأكمل. ناخذ معاني الكلمات اللي بالبوكس. Brother نكتب فوقها أخ، نعيد الكلمة brother أخ. Dad أب. Sister أخت. Mom أم. Friends أصدقاء. الآن أنا بدي أقرأ لك وأنت تعبي بالفراغ. My mom is 30. Her name is Mary. إذا شو حكيت أنا هون؟ My mom هو التمرين listening. My mom بنكتب بالفراغ mom يعني أمي. My mom is 30. أمي عمرها 30. Her name is Mary. This is my mom. هاي أم الشخص اللي بيحكي. My dad، اسمع الكلمة اللي أنا بحكيها. My dad is 40. أبوي عمره 40 سنة. His name is Peter. This is my dad. My dad is 40. أبوي عمره 40. His name is Peter. اسمه بيتر. حط دائرة على اسم بيتر وعلى اسم ماري. إذا شو بنكتب هون؟ My dad. Number 3. My sister is 8. Her name is Anne. أعيد. My sister، نكتب هون sister. My sister يعني أختي is 8، عمرها 8 سنين. Her name is Anne، اسمها Anne. This is my sister. Number 3. My brother is 10. My brother is 10. His name is Sam. شو بنكتب هون brother؟ My brother. My brother is 10. هاي أخوي عمره 10. His name is Sam. اسمه سام. نيجي هون. My friends، نسمع الكلمة اللي حكتها المس. My friends are 6. My friends، نكتب هون friends معناها أصدقاء. F R I E N D S. My friends are 6. أصدقائي عمرهم 6. Their names are John and Sarah. John, Sarah. هاي أصدقائه. John الولد وسارة البنت. Now, let's move to exercise number 2. التمرين الثاني برجع على الصور اللي هون. Match وصل the people الناس with the pictures مع الصور. Read the sentences. اقرأ الجمل again. Sarah. أي صورة من هذول Sarah؟ بنبحث مين Sarah؟ Sarah اللي هي الصديقة. هيها سارة 6. نمبر 2 آن، مين آن؟ أخته. آن أخته، هيها نمبر 3. نكتب 3. جون، مين جون؟ الصديق. وينه؟ هيه رقم 5. بنكتب 5. ماري اللي هي المام الأم. أي صورة؟ نمبر 1. نكتب 1. بيتر اللي هو الداد، هيه بيتر. أي صورة؟ 2. نكتب 2. سام، مين هو سام؟ الأخ brother. هاي سام رقم 4. انتبهنا كيف حلينا التمرين يا ميس. نيجي لإكسرسايز نمبر 3. إكسرسايز نمبر 3 رح يكون واجب عليك. مطلوب منك تكون جمل عن عائلتك. Complete the sentences about your friends and family. كون جمل عن عائلتك. This is my mom. هذه أمي. الأم بستخدم لها his ولا her؟ her. her name is، اسم أمي هو، نكتب هون اسم أمنا بالإنجليزي. This is my dad، هذا أبي. الأب بستخدم له his ولا her؟ أكيد his. his name اسمه is، بنكتب هون اسم أبونا. This is my sister. هذه أختي. الأخت بستخدم لها her ولا his؟
أكيد هير. هير نيم إز اسم أختي هو. بنكتب هون This is my brother. هذا هو أخي. الأخ بستخدم له هير ولا هز؟ أكيد هز. هز نيم إز اسمه هو وبنكتب اسم أخونا. إذا ما كان عند الواحد أخو أو أخت ممكن يستخدم This is my auntie. هذه عمتي. اسمها كذا. هذا عمي. لكن اللي عنده أخوان وخواتي يعمل نفس النموذج اللي عندي. هاي درسنا كامل يا مس لليوم. تمارين الدرس إن شاء الله بنأخذه بفيديو غدا. Good luck ويعطيكم